خلاص اهم حاجه بس ما ناخدش اللانشونات اللي هي احنا عارفين بقى خلاص القصه دي الحمد لله. خلاص عرفوا علميا ان اللانشون اللي هو المفروم اللي مش باين له حاجه زي السوسيس زي السجق زي الحاجات اللي هي بتتباع خطيره جدا وبتسبب كانسر سرطان رسمي، فنخلي بالنا نقلل منه جدا على قد ما نقدر. طبعا هم قالوا 17% بتسبب 17% سرطان، بس احنا برضو في حاجات تانية كتيرة بناكلها غلط فبتزود، فاحنا على قد ما نقدر خلاص عرفنا ده وحش ما ناخدش منه على قد ما نقدر. طيب انا ما كملتش الوصفة، هكملها بقى. ربع كوباية لبن، ربع كوباية شوفان اللي هو الدقيق لان بيتباع منه الخشن والدقيق، معلقتين كبار بقدونس مفروم، تمن معلقة زعتر مفروم، تمن معلقة فلفل اسود، اربع بياض بيض، اربع بياض بيض وبيضة واحدة كاملة. ليه بقى؟ احنا كده خلصنا الوصفة او المقادير بتاعتها. ليه؟ علشان البياض هو البروتين اللي في البيضة، بروتين نقي جدا. البروتينات بتتصنف، يعني ايه بتتصنف؟ يعني في منها النقي وفي منها هي سلاسل، هي كلها سلاسل، ففي منها اللي هو الحاجة العالية وفي منها الأقل. أنا بتكلم باللغة اللي إيه تفهموني بيها. فالبياض البيض من الحاجات البروتين نقي جدا، حلو قوي للجسم، فالبروتين ده بيشبع فهيساعد جدا على الشبع. صفار البيض دسم، في فايدة برضو عالية وكل حاجة، بس هو دسم واحنا مش عايزين في رجيم دسم كتير، معانا كفاية خلاص شوية الجبنة عشان يدونا طعم. خلاص هنعمل ايه بقى؟ على ما البصله بس تتشوح وتاخد الطعم هنبتدي نخلط المقادير دي مع بعض. طبعا كلنا بالليل بنيجي ونلاقي نفسنا جعانين جدا، جعانين جدا علشان دخلت الشتاء، الجسم عايز يحوش دهون فيها. الجسم بيعمل ايه كمان غير انه بيحوش دهون؟ بيحوش ميه كمان، يعني بنلاقي ان احنا بنعرق اقل، بنلاقي ان احنا بنشرب ميه اقل، فالجسم بيبتدي يحوش ميه اكتر عن الصيف، فبنلاقي وزننا زايد على الميزان. بس انا بوضح النقطه دي علشان اللي متضايقين ان هم ما بيخسوش او وزنهم ثابت على الميزان. طبعا احنا ما نقعدش نوزن برضو نفسنا كل يوم، حاولت اعمل الموضوع ده بس برضو بوزن نفسي كل يوم مش بقدر. بس هو يعني النصيحه الصح وانا لازم اوصل لكم الصح، الواحد المفروض ما يوزنش نفسه كل يوم، لان كل يوم برضو بيبقى بشكل، يعني مره الواحد اكل ملح اكتر فجسمه حوش ميه اكتر، مره الواحد لابس حاجه اتقل، مره ما دخلش الحمام كويس، اي حاجه يعني، فالميزان ممكن ايه يوزن حاجات زياده تحبط على الفاضي، غير ان الوزن فعلا يبان بعد اسبوع، لما يقل يبان بعد اسبوع احسن كتير عن كل يوم. طيب انا حطيت ايه بقى؟ حطيت بياض البيض، البيضه الكامله، اللبن، ملح وفلفل. خلاص ليه بشوح البصله؟ علشان احلى لما تتحط عن وهي نيه، يعني تبقى متشوحه طعمها احلى عن وهي نيه. هحط معاها ايه كمان؟ هحط الرومي المدخن، بيدي طعم بقى اضافي حلو جدا لما يتشوح. بس الرومي المدخن ده اضافة برضو احنا ممكن نستغنى عنها، لكن بتدي طعم حلو وفي نفس الوقت بتساعد برضو على الشبع. مش لازم الرومي، ممكن زي ما قلت صدر فرخة عندنا مثلا متبقي من اليوم اللي قبله، اي لحوم بيضة بتبقى حلوة سواء رومي او فراخ. سمك ما يعني هتبقى غريبة شوية مع البيض بصراحة، بلاش منصحش يعني. البصل مع رومي المدخن بيدي ريحة حلوة قوي، وبرده كل يوم نعمل حاجه مختلفه، يعني الرومي المدخن بيتباع تنسيلته باينه، بس برده بيتحط له مواد عشان تحفظه، فما نكترش، يبقى شويه كده، ما نحرمش نفسنا قوي بس ما نكترش. وده برده احسن من السوسيس والهوت دوج والحاجات واللانشونات اللي مش باين لها حاجه، التنسيله احسن كتير. خلاص يبقى احنا ضربنا كده، هنحط بقى هنا ايه؟ ايه اللي هيمسك معايا؟ الدقيق الشوفان اللي بيساعد جدا على الشبع برضو. يبقى التغذية مهمة ليه في حياتنا؟ لان سوء التغذية هي سبب 80% من الامراض.
معلومة مهمة فعلا. يبقى احنا مش بس التلوث اللي حوالينا كجو او شرب التدخين، او يعني قصدي شرب السجاير، التدخين عموما، الكلام ده كله هو بس سبب امراض، لا 80%، وده انا درساه، 80% من امراض العصر سببها سوء التغذية. فاحنا مهم نتعلم مع بعض ان احنا ناكل صح علشان ما نمرضش. معانا ندى. الو، ازيك يا ندى؟ اهلا وسهلا، ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. الحمد لله، اتفضلي. كان عندي كذا سؤال. انا ابني عنده سنه وثلاث شهور وبيحب اللبن الرايب، عادي لو يشربه ولا غلط؟ عندك ابنك عنده سنه وثلاث شهور بتقولي؟ اه، سنة وثلاث شهور. هو دخلتي له ألبان خلاص؟ لا، أنا ما أعتقد الألبان اللي هي لسه مش لبن الأم. أنا بجيب له بتاعته، أه، بس هو لما بشرب لون رايب ببقى عايز، فعايز لو أديله ولا هيبقى غلط على معدته؟ لا، اسألي الدكتور، معلش، دكتور الأطفال. أنا برضو يعني مش طبيبة أطفال، أنا يعني بتكلم عن التغذية بس برضو يعني في حاجات يعني لا، أفضل إنك تسألي الدكتور علشان يقولك على حسب برضو ابنك، سواء عنده حساسية معينة، عنده يقدر ياخد اي ألبان خارجية ولا لا. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ احنا ممكن نعمل حاجتين، يا هنحط ورق الكب كيك، يا اما هرش، لو احنا نقدر نجيب اللي هو مش لازم نجيب شوية زيت وندهن خلاص، بس احسن برضو نبدره بشويه دقيق بس عشان يفك معانا. بس انا عشان اخلص بسرعه هعمل بقى القصه دي دلوقتي، لكن انا ما بفضلش برضو الحاجات اللي هي ايه، برضو مهما كان صناعيه. يبقى احنا ندهن احسن في البيت شويه زيت بس كده، ونجيب حاجه بقى ننزل فيها وهندخله الفرن. ده مش هنحط فيه بيكنج باودر ولا حاجه، لسبب علشان ما فيهوش دقيق ابيض، البيكنج باودر بيتعامل مع الدقيق الابيض. لا مش هتساعدني دي، هحط معلقه احسن. هوريكوا اهو، وانا هكملها بعد كده في الفاصل اهو. وشويه الجبنه الباقيين دول ممكن يتحطوا على الوش او ما يتحطوش، بس كده. شايفين شكلها ازاي؟ اهو نملاها طب اهو، حاضر، حاسبه، بس كده. هنملى ده كله وندخله بعد كده الفرن على 180 درجة. ده حلو قوي، ناخده معانا الشغل، وهنعمل حاجات تانية ان شاء الله. اشوفكم بعد الفاصل. الشغل ودسمها اقل كتير علشان ايه؟ احنا ما حطيناش صفار البيض، غير بيضة واحدة بس، بتفرق كتير جدا. لو حطينا خمس بيضات كلهم بصفارهم كم من السعرات رهيبة، لكن البياض زي ما قلنا هو البروتين النقي اللي ايه اللي موجود في الوصفه دي، مع الهش جدا. عايز اطلعه معلقه ثانيه. ريحته بقى مش قادره اوصف لكم بجد، يعني شوفوا مش شرط الحاجه المفيده تبقى مش صحيه، قصدي مش حلوه، طعمها مش حلو يعني. يعني حاجه مفيده ممكن تبقى طعمها حلو جدا، بس هو الاحسن ان احنا يعني يبقاش طعم حلو عشان ما نقعدش ناكل كتير برضو، يعني كفايه كده.